المباراه او نجوم الماتشين، مباراه سان داونز الاولى ومباراه الثانيه، ديانج كان له دور مهم جدا في المباراه مع علي معلول وباقي الفريق. ديانج بعت رساله لعلي معلول، نشوف ديانج قال ايه. السلام عليكم كابتن مالولو، j'espère que tu vas bien et la famille, j'espère que ça va. C'est juste une petite vidéo pour toi. Pour te dire comment je suis fan de toi, de ton football et ton caractère sur le terrain également, et ta sérénité, tu lâches rien et tu me donnes beaucoup d'inspiration. Donc reste comme tu es, ne change surtout pas. Salam alaikum. أليو ديانج لاعب كبير ومهم في فريق النادي الأهلي. أكيد لعيب كبير، لعيب عنده إمكانيات ممتازة، صغير في السن، يقعد معايا في الغرفة، لعيب هادي، يقعد معاك على طول في المباريات، لعيب هادي من أول ما مشى وليد أزارو. كان أزارو اللي بيقعد معايا. كنت أنا وليد أزارو، لكن كي مشى وليد أزارو قعدت أنا وديانج، بحكم إنه اللغة بيتكلم فرنسية فأنا بشرح له الحاجات. لعيب محترم، لعيب صغير في السن لكن عنده حب إنه يتعلم حاجات جديدة، يحب يعمل حاجات ممتازة، فلعيب منتخب، فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله يعمل مسيرة ممتازة مع النادي الأهلي إن شاء الله. وهو أكيد صفقة مهمة وإضافة كبيرة لفريق النادي الأهلي. علي معلول شايف المنافسة إزاي في مكانه، يعني في